الطفل. إذن بتاريخ 16 ديسمبر 2021 نظمت الجمعية الوطنية أمل الحياة لحماية أطفال الشلل الدماغي ندوة بعنوان الدعم النفسي دعم المرافقة النفسية لأولياء الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغي. هذه الندوة كانت بحضور أولياء هذه الشريحة من المجتمع وكذا من تأطير أخصائيين أطباء أخصائيين في هذا المجال. إذا حقيقة يعني نأسف يعني لهذا الوضع خاصة فيه بعض الحالات العائلية المزرية يعني من جهة المرض يعني المعاناة على المرض ومن جهة المعاناة الاجتماعية لنقص القدرة الشرائية. نحيي ونشكر الجمعية الوطنية للأمل الحياة على هذا المبادرة الطيبة ونتمنى أن تكون يعني هناك مرافقة سواء ليس فقط على الجانب المادي وإنما دعم أكثر لهذا الفئة. نظمت الجمعية الوطنية أمل الحياة لحماية أطفال شلل دماغي مكتب تسمسيلة هذا اليوم تحت شعار الدعم والمرافقة النفسية لأولياء أطفال شلل دماغي بالتنسيق مع جامعة تسمسيلة لمدة سنة، وحنا نسعى ونبحثوا على حقوق أطفال الشلل الدماغي. في الوقت هذا كانوا الأولياء في تدهور نفسي، على هذا نظمنا هذا اليوم على الأقل نرافقوهم نفسيا وفي نفس الوقت يوصلوا رسالتهم للسلطات المحلية. أخصائية نفسانية كسر حميدة، اليوم راني مدعوة الجمعية هذه تاع الأطفال المصابين بالشلل الدماغي. Je suis très contente لأنني في كونتاكت يعني مباشر مع أولياء. تقبل الطفل كما هو لتقبل